خوتي المغاربة صباح الخير عليكم. اليوم الثلاث 14 يناير 2020، هذا الصباح هذا كانت واجد في الجامعة ديال القليعة، كنت في ضيافة لابريغاد ديال الدرك الملكي. استدعوني البارح ما قالوش يلاش، قالوا لي باش نحضر مع الجوج. جيت مع 9:15، جيت بالعاني مع 9:15، لان كيقول لك القليعه عاصمه الاجرام. جيت لهنايا كنتسنى غادي نشوف العائلات ديال المعتقلين قدام لابريغاد، غنتسنى الصداع ديال الصباح، الجدارمي ما كاينش شي حاجه. المهم لما جيت لقيت كلشي مقاد، لقيت شي 4 ولا 5 الناس امام لابريغاد كيتسناو شواهد اداريه، ماشي حتى شي واحد معتقل ولا شي حاجه. لاجودون الشيفت كومباني، المهم الجدارميه كاينين، واحد الدراكيه، المهم الامور مقاده، كلشي زوين. ما خلاو لي ما نقول، ما لقيت ما نقول، الحمد لله. هادشي يتلج الصدر، هادشي اللي بغيت. ولكن علاش جيت ولا علاش استدعوني؟ استدعوني لان مدير المؤسسه السجنيه اللي هي مرايا حط بيا شكايه هذه واحد 6 شهور من نفس البلاصه اللي واقف فيها دابا. درت واحد الفيديو لان كنت دايز من هاد الطريق هذه، وبانوا لي العيالات واقفين وشي وليدات، المهم الدنيا عامره وجالسين في الحمري، جالسين في الغبره، جالسين. وكان الصهد شهر 7 كان الصهد ومكرفصه الدنيا، ما كاينش مراحيض، ما كاين فين يمشيو. واثر انتباهي، مشيت لعندهم سولت، من بعد مشيت للاداره ديال المؤسسه السجنيه، قدمت راسي كمواطن عادي، بان لي هادشي واش ما يمكنش، ما كاينش حلول. خرج عندي المدير ديال المؤسسه السجنيه مع جوج ديال المرافقين ديالو، شرحوا لي بانه راه كاين واحد البنايه كتبنا غيكون فيها الاستقبال ديال المواطنين، غادي يكون كاين تما المراحيض، كاين مقهى، كاين كل شيء، يعني الراحه ديال الزوار. فيديو وقلت اودي هاش كاين، واستجبت واحد السيد، مشيت في حالاتي حتى كنتفاجئ بان السيد المدير المؤسسه السجنيه حط بيا شكايه وقال لك ما عنديش الحق نصور من خارج مؤسسه سجنيه، بحال الا رد هذه المؤسسه هذه من مقدسات البلاد. دابا ما عندناش حق نصوروا، ما عندناش حق ندويو. ما فهمتش كاع المجهودات اللي كيدير السي تامك اللي هو المدير ديال اداره السجون، كيضربها في الزيرو. واش هذا السيد هذا، هذه المؤسسه السجنيه كلها مقاده، كل شيء مزيان، ما عنده مشاكل، وما بان لي غير حط شكايه بريضه، ماشي مشكل. كتعرفوا ما سجلتش انا غير هكاك، حتى سولت وعطاني المعلومات، وكان واقف لما كنت كنسجل، ومني سايت سجل مشيت سلمت عليه وتسلمنا وكل شيء وبخير، والله يعاونك سيدي، الله يعاونك. وفي الاخر نحط شكايه. دابا قولوا لي هذا النوع ديال الموظفين كيفاش خصنا نتعاملوا معاهم؟ واش ما عندوش مشاكل وسط ديك المؤسسه اللي خصها تصلح وخصها بزاف ديال الحوايج؟ واش كتعرفوا النسبه ديال حالات العود، يعني الناس يدوزوا السجن وعاود رجعوا، يعني السجن ما كانش التربيه بقدر ما كان هو واحد ليسباس ديال ترانزيت في الحياه والصلاه على النبي. شحال ديال المجرمين دخلوا السجن وعاودوا رجعوا ليه؟ علاش؟ لان المؤسسه السجنيه ولا حتى المؤسسه ديال اعاده ادماج السجناء ما قامتش بالدور ديالها. الناس كاينه معاناه لداخل، ولكن 6 شهور من بعد كنجي كنشوف العيالات مازال نفس الحاله اللي عليها، الاكتضاد في الباب، الناس كيتسناو، الناس كيجيو في 5 الصباح باش يشدوا السيرفيس. الناس المهم على قبل ديك ربع ساعه ولا نص ساعه ديال الزياره، حرام. كنا تطلعات وكنا امل في واحد المغرب واحد اخر، مغرب جديد، مغرب زوين، بركه عندنا من هاد التخرميز. المهم الله يهدي ما خلق، وان شاء الله خير، وما غادي يكون غير خير. وحتى بالنسبه للسي تامك اللي هو المدير ديال اداره السجون، الله يخليك، بحال الطينه ديال هاد الناس راه ما محتاجينهمش، محتاجين الناس يكونوا في المستوى ويكونوا في الموعد ديال هاد المغرب اللي كنطلعوا ليه. تبارك الله عليكم، الله يسر امورنا واموركم. اما بالنسبه للقليعه راه كاينين جوج فيديوهات كنوجدهم، مفاجات غادي تشوفوهم، وغادي تقولوا ديك الساعه غادي نحكموا واش القليعه عاصمه الاجرام ولا تغيرات الامور. تبارك الله عليكم.